المصريين من حبهم للإنشاد وحبهم لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان عندهم قبلة للعلم اسمها الأزهر الشريف، بقى عندهم قبلة للإنشاد. بقى الإنشاد من كل العالم بيجي لمصر وبيعيش مع المصريين حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مهرجان وفي سوق كبير، وبيعرضوا فيه كل حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا من باب السلام نمدح في بادر التمام. الله 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 ربي يا مولاي كل هل فعلا يصح مثلا ان مصر قبلة الانشاد؟ قبلة طبعا، ولكن كيف يمكن بقى انك تستوعب تستوعب الجانب الاخر والحوار الاخر؟ احنا نستطيع ان احنا نحتضن العالم، نستطيع ان احنا يعني نفهم. اهم حاجه في المساله بالنسبه لجوهر الاديان الديني يعني انك زي ما قلت لك المحبه والتسامح والسلام والبناء، انك تبني ولا تهدم. هو السلوكيات، هو ده اللي احنا عاوزينه. سبحان الله سبحان الله يعني يغلق علينا، سلمني رب. احيانا سبحان الله بيصير في فتوح، واحيانا بيكون اصواتنا تعبانه زي اليوم انا تعبان كنت فقام سبحان الله في فتوح رباني مدد. والفتوح المدد الرباني سبحانه وتعالى، المدد كان مستقى من الحضور. الله اكبر. طالما اشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأناديك يا ميا بعدين الجود. أنت عارف مصر مليئة بالتراث بتاعها، على فكرة كل البلاد الأخرى بتستقي من مصر تراثها، إحنا أقدر إن إحنا اللي نحافظ على هذا التراث ونقدمه ونوسعه. ما إحنا ماخذين عليكم فكرة المصريين إنكم تحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كي نضربوا الأمثال بالناس اللي تحب النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب الأمثال بالمصري. نعم. يحب النبي حتى في حالة غضب تقول له صلي على النبي فهو يهدأ. الإنشاد الديني له جمهور في مصر. صحيح. والحمد لله أنه والجمهور مختلف الألوان ومختلف حتى في السن. هي فعلا مصر منذ زمان قبلة من قبلات العالم الفني، يعني مصر بلد المسرح والسينما والثقافة والفن، ولها يعني دور رائد في هذا المجال يعني، وليست بحاجة لأن تثبت ذلك. يعني يبدو أنه ترتيب كوني، يعني لا أنا تدخلت، وهي المسألة كانت النية بالنسبة لي أن أنا فعلا مستوعب الآخرين، بدليل أن قلت لما جينا في اول حاجه ما بين الشمامسه وشو طلعوا. على فكره قبل ما ابدا عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي، انا احسن منك يا شيخ احمد.
وانا احسن منك يا انطون. قال لي اه طبعا. قلت له لا لا احسن منك. قال لي طب ليه؟ قلت لهم لان انا مؤمن يعني مسلم ومؤمن بكافه الاديان، ولذلك برا هذا المعنى من اعلى. انتوا حاطين نفسكم في معنى احادي، ولكن الله في الكون كله، وبالتالي هنا هم بدأوا يستوعبوا المسائل. حتى الناس اللي ما يعرفوش لغات، ما يعرفوش لغة عربية، وأنا ما أعرفش ألماني، وده ما أعرفش صيني، حتى الصين. نحن أعز تعريف بعضكم بعض أكثر وزيادة أصدقاء وتوزيع الثقافة الصيني ونعرف الثقافة المصري. الأديان مش فقط علشان نتعبد بيها ومش فقط علشان معاملات، لكن لكي تقدم لنا إشباعا روحيا حقيقيا، لأن إحنا تعبنا من الناس اللي بيحولوا الأديان إلى دم وإرهاب. نحن نريد الدين للسلام، الدين للحب، وهذا هو جوهر كل الأديان. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده. المصريين حبوا يعيشوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان جماله ما كانش جمال فقط قاصر على اهل بلد ولا اهل مدينة زي مصر. المصريين قالوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا جمالا ونورا وبركة للعالمين. وعشان كده كانوا بيشوفوا إن أي جمال وأي نور وأي رحمة فيها ريحة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها جمال النبي. وعشان كده فتحوا أبوابهم لكل عاشق وكل مشتاق وكل من بيمدح، وكل من بيتكلم عن الحب على إنه بيتكلم عن الجمال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فتحوا أبوابهم لكل واحد بيتكلم عن المحبة بأي لسان بأي لغة، لأن كل اللي بيتكلم عن المحبة لازم يتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده المصريين حبوا الإنشاد، وحبوا كمان إنهم يسمعوا كل واحد عاشق بيتكلم بأي لغة، لأنه أكيد من العالمين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالهم رحمة، فإذا تكلموا بالرحمة فهم بيتكلموا عن حبيب العالمين سيد المرسلين. مصر هي بوابة لكل الفنون. أنا كنت عايش في مارسيليا 8 سنين. الشيخ النقشبندي سافر أكثر من 100 دولة حول العالم. الريادة الكاملة لمصر. مصر عبارة عن ساحة، ومساحة واسعة لكل المحبين والعاشقين والمتيمين. جئنا من باب السلام نمدح في بدر التمام. الله 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 هنيت خفيت خصبغان صوتي ربي يا مولاي كل مصر عبارة عن ساحة، ومساحة واسعة لكل المحبين والعاشقين والمتيمين بالحب وبالعشق، مش بس عشق الأشخاص وعشق الأحباب، كمان عشق المعاني الراقية اللي بتظهر في الإنشاد، وبتظهر كمان في محبة الله ومحبة رسوله. وعشان كده مصر كانت لازم تفتح قلبها وتصبح قبلة لكل منشد وكل عاشق وكل محب. وعشان كده مصر أصبحت زي ما كان فيها قبلة العلم وهو الأزهر، كمان كان فيها قبلة العاشقين عندما فتحت بابها لكل منشد
عايز يعبر عن حبه ووصله بالمعاني الراقية ووصله بالله وبرسوله. في مارسيليا 8 سنين. 8 سنين فقط برضه حضرتك كنت بتمدح هناك. طبعا وعندي مدرسه هناك برضه بيت الثقافه الشرقيه باسم حضرتك. باسم حضرتي وعندي كمان 6 بنات فرنسيين بيغنوا صوفي برضه معايا سميتهم كورال صوفي. بيغنوا عربي يعني اتعلموا العربي؟ علمتهم باللهجه المصريه. علمتهم الاغاني الصوفيه هم ما يعرفوش عربي خالص بس طبعا يعني اديتهم القصايد والمعنى بتاع القصايد. نقشبندي سافر اكثر من 100 دوله حول العالم عشان في ظل يعني بالرغم من ان وقته لم يكن في وقت التواصل الكوميونيكيشن يعني واسع جدا رغم كده تواصل مع كل دول العالم. الرياده الكامله لمصر هي الاولى طبعا وكما تذكر هي الام الشيخ النقشبندي والشيخ طه الفيشني وعلي محمود يعني هذم من تنساهمش الذاكره. هي مصر يعني لا يختلف فيها اثنان انه مصر هي بوابه لكل الفنون. الله. بالنسبه للانشاد يعني نحن كنا في الجزائر متاثرين جدا بالمنشدين المصريين. الله. ولا سيما المشايخ طه الفيشني و الله. السيد نقشبندي يعني كانوا لنا هؤلاء بالنسبة لنا مدارس أخذنا منهم يعني الكثير ولا زلنا ويعني بالنسبة لي يعني هذه أول زيارتي لمصر يعني والله وجدت كل الترحاب من الشعب المصري الذي والله بطيبته أسأل الله تعالى أن يمن عليه بنعمه وفضله وأمنه يا الله. كل القلوب للحبيب تميل ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه أي يحشرني أواها بلواء رسول الله. المدرسة المصرية هي المدرسة الرائدة منذ القدم حتى اليوم. لو نظرت إلى الإنشاد الديني ستجد أن هذا الإنشاد كل مدارسه هي كل هؤلاء المبتهلين والمنشدين كلهم مصريون. مصر لا يختلف في اثنان فيها بأنها مدرسة كبيرة وعريقة في الإنشاد. كون أنها مدرسة عريقة جدا منذ القرن 18 عبر المدارس التي ظهرت في مصر وتحول القوالب الموسيقية والآلية والتي خرج بها الإنشاد إلى أنماط جديدة. إنشاد موسيقى الروحية عنوان للسلام والعدل فعلا أصبح في جمهور عريض جدا جدا بسم الله ما شاء الله في خطة لبناء جمهور يتمتع بالإنشاد الديني وسبحان الله الجمهور يعني بقى يعني أكثر من المتوقع بكثرة. عملت مهرجان بقى لأن أنا بتعامل مع جوهر الأديان الذي يؤكد على المحبة والتسامح والسلام فأصبح لدينا الآن
27 دولة منضمين إلى رسالة السلام، والموضوع بيتسع. 27 دولة تيجي مصر عشان تقدم، بتتفاوت يعني، ممكن ما تجيش السنة دي تيجي السنة الجاية اللي جاية وهكذا. المشكلة عندي إن الموضوع بيتسع والناس عاوزة بره ييجوا ما شاء الله، بس لازم احنا نستعد لاستقبالهم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة على الإنسان في كل مكان، على